تلوث الهواء ومساعدة البيئة وزيادة صحة المواطن وتقليل من حركة المرور. تسعى شركة بيدود الإيرانية لتحسين نوعية الحياة في المجتمع الإيراني من خلال رفع مستوى الثقافة الإيرانية واستخدام الدراجات. في عام 2017 شركة باك تشارخة الإيرانية وباعتباره المعمل الحصري الأول والوحيد للدراجات الذكية المشتركة مع العلامة التجارية بيدود، وبعد فحص احتياجات المجتمع الإيراني ومع نهج التحرك نحو المدينة الذكية، واصلت نشاطها في مجال النقل النظيف. جميع مستخدمي دراجات بيدود هم مواطنون فوق السن 13 عاماً. في المرحلة الأولى تعتزم شركة باك تشارخة الإيرانية المساعدة في التنظيف والابتعاد عن حركة المرور من خلال وضع دراجات بيدود في المدينة ومساعدة مستخدميها في مقدار تكاليف النقل. لذلك بدأت أنشطتها في طهران وفي الأجزاء الوسطى من المدينة، وغطت المدينة بأكملها تدريجياً. في الوقت الحاضر تنتمي هذه الخدمة في إيران حصرياً إلى شركة باك تشارخة الإيرانية، ولكن يتوجب بداية أن يقوم من يريد الاستفادة من هذه الخدمة بتثبيت التطبيق الخاص بها لقاء مبلغ محدد شهرياً. عندها يستطيع استخدام دراجات بيدود في أي وقت خلال الشهر. ولا بد من التنوية إلى أن استخدام دراجة البيدود تتم بشكل محدود، فلا يمكن سياقتها خارج المنطقة التي تم الاشتراك فيها. تنتشر هذه الرياضة أو اللعبة المرحة في غالبية المدن المتطورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويستخدمها كلا جنسين، رجالاً ونساء وأطفال فوق العمر 13 وكذلك كبار السن تحت 70 سنة، يمكنهم أيضاً الاستمتاع بها.